الأرض اللي واقفين عليها ما كانت صمدت لولا صمود الجيش اللبناني على الحدود وبقلب الوطن وتضحيات كل أبطاله. رح نكون نحن وياكم السبت 6 تموز كبار وصغار لحتى نتلاقى بيوم نقضي مع الوطن برعاية قائد الجيش العماد جوزيف عون. يوم مع الوطن رح يكون مفاجأة لكل اللبنانيين. هذا النهار رح تعيشوه بكامله مع عناصر والضباط بالوحدات الخاصة للجيش اللبناني ورح تشاركوا بنشاطات بحرية جوية وميدانية بطريقة جديدة ومختلفة. يوم مع الوطن سبت 6 تموز من 10 الصبح للأربع ونص بعد الظهر بموقع مهرجانات جوني الدولية غزير الطريق البحرية من تنظيم جمعية لبناني وأفتخر بالتعاون مع مهرجانات جوني الدولية وبتغطية مباشرة عبر الـ MTV.